يليق به لقب محبوب النساء، عمرو دياب أم كاظم الساهر؟ لا عمرو دياب طبعا. عمرو دياب لأنه بيمثل جيلي أجيال، يعني عمرو دياب النهاردة مع الشباب بيحبوه، نعم. مع الوسط بيحبوه، نعم. مع إحنا الكبار بنحبه لأنه عمرو طلع وإحنا موجودين، فبالتالي عنده أجيال أكتر. برضو ما تنسيش إن المطرب المصري بلا تعصب بيوصل أكتر بكتير من أي مطرب تاني، لأنه عدد الناس اللي في مصر اللي بيحبوه. يعني ليه عمرو دياب بيفضل ناجح؟ لان شرايطه اللي بتتباع في مصر ال 120 مليون اللي موجودين، كثافه سكانيه كبيره، كثافه سكانيه كبيره، وهو قادر يحافظ على مستواه وذكائه الفتره العمر ده كله. نعم. انا ما بقيموش كمين صوت احلى ومين اقل، بس بقيم كل الحكايه على بعضها. نعم. طيب مين الفنان اللي زي ما بيقولوا مخبب تيابه، يعني مخبب اواعيه، ما اعرفش بتقولوها ازاي في المصري، وهو اسوأ مما يظهر، احمد سعد او محمد رمضان؟ بصي مش هعرف هرد عليكي لان بصراحه ما اعرفهمش على المستوى الشخصي. نعم. من خلال خالص. الاخبار من خلال اللي عم الاخبار اعلاميا اعتقد انه انت بتقولي مين اللي مستخبي جوه، مستخبي جوه، اه يعني يظهر عكس ما يبطن. ممكن يكون محمد رمضان. محمد رمضان اكتر من احمد سعد. احمد سعد باين معروف فين رايح وفين جاي وتاريخه وبتاع. محمد رمضان اكيد مخبي حاجه جوه احنا مش عارفينها، في حاجه مستخبيه. حاجه المستخبيه دي كويسه ولا مش كويسه؟ بصي انا بقول اي فنان ناجح اكيد اكيد الناس حابه فيه حاجه. نعم. ما تقدريش تعملي نجاح بلا حب. ما تقدري تنكري النجاح. ما تنكريش. نعم. ان احنا بقى في ناس بتحب في ناس بتكره، الأغلبية بيحب. نعم. يعني الأرقام بتقول. نعم. الأغلبية بتحب. نعم. فبالتالي محمد رمضان على مستوى التمثيل أنا أديله 8/10. أه. كممثل. كممثل. آه. لا لا ممثل قوي. نعم. جدا لما بيحب يمثل بيمثل. نعم. على مستوى الغنى أنا مش من أنصاره، بس هو حب يعمل حالة. أنت واخدة بالك؟ هو قال مقولة وصلتني مش قدامي عشان لو كانت صح ولا غلط، إنه أنا أقنعت الناس ان انا مغني عشان انا ممثل كويس. اوف. يعني هو مثلت عليهم مثلت ان انا مغني، مغني عشان انا ممثل كويس، انا مش مغني. اوف. انت واخده بالك؟ نعم. فانا عجبني الطريقه يعني عجبني في تفكيره. نعم. ان هو بيقول انا مثلت على الناس ان انا مغني وانا مش مغني. نعم. وانا مش مغني. طيب مين اكتر شخص اذاكي لما هاجمك؟ تامر امين اللي قال انه افكارك أسوأ من كورونا، او مرتضى منصور لما تحدث عنك انت وهذا سرحان؟ خيابة. خيابة. محدش اذاني. اذوا روحهم. مين وصل لك هيك لجوه جط انت؟ ولا حد، لانه الاثنين مش صادقين والاثنين شخصيات من جوه في مشاكل كتير قوي عندهم. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، يؤذوني ليه؟ ما هو اللي بيتقال كله مش سليم. عارفه امتى تتاذي؟ لما تكون انت عامله الحاجه دي اللي عرسه وحد بيطلعه. ايوه. انما الناس بتطلع كلام عبيط ملوش اساس من الصح. نعم. مين انا وهلا سعد؟ انا يعني طب ليه ما قالوش ان احنا بنحب الرجاله؟ ليه بنحب الستات؟ مثلا يعني مثلا انا صراحه متجوزه 4 مرات. نعم. يعني ما فيش ادعاء ادعاء بلا بلا اي معنى بلا اسس. نعم. فبالتالي ما هيوجعك ليه؟ عارفه لما واحد يتهمك اتهام مالكيش اي علاقه بيه. نعم. ما بتهتميش بيه يعني. طب وجود هذا الكلام على جوجل كل ما بنحط اسمك ما بيزعجك؟ ما بيضايقك؟ ولا بيضايقني لانه معروف انه كذب. معروف انه كذب. طيب لو بايدك تعتذري من شخص اساتي له بكلامك او فهمتي عن غير قصد او فهمتي خطا لما حكيتي عنه، تامر حبيب او مصطفى الهريدي لما اتهمتيه بانه هو مدمن على المخدرات؟ مصطفى الهريدي انا ما اتهمتوش شخصيا، انه هو الولد فعلا كان بياخد ما اعرفش بياخد ايه. نعم. حشيش، ما في كتير. نعم. بياخدوا حشيش. نعم. بيشرب خمره، الله اعلم. نعم. بس هو فعلا في الفيلم ما كانش انسان سوي. انت واخده بالك؟ ما كانش ابدا سوي لان جات له فرصه عمره. نعم. جات له فرصه عمره وانا اتحديت بيني اعمله نجم وما استغلش الفرصه دي. يبقى مين الصح ومين الغلط؟